ننوه لهذا النبأ العاجل حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن حيث بحث الرئيسان حاله التصعيد الامني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الاسرائيلي واشارا الى خطوره غياب الافق السياسي وتفوق الاوضاع الراهنه على النحو الذي يهدد حياه المدنيين وامن واستقرار المنطقه كما اعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للاوضاع الامنيه والانسانيه مؤكدين ان تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقه يتطلب التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعيه الدوليه